تعالوا بقى نروح للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا الجهاز الحقيقة والقائمين عليه والعاملين فيه يلقوا مني أنا الحقيقة كل التقدير على هذا الجهد. أنا بتكلم بجد يعني، ولأنه بيبذلوا بجد مجهود كبير ومهم ومحترم ومفيد لما تيجي تتابع ما يأتي من هذه المراصد. تعال نشوف الجهاز بدأ البث التجريبي لحاجة اسمها المرصد الإحصائي بيانات مصر. طيب بنعمل إيه؟ بيتم رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. طيب من خلال إيه يا يوسف؟ من خلال إحصاءات بيصدرها هذا الجهاز والبيانات اللي بتجيله الوردة من الوزارات المختلفة. طيب إيه أهمية هذا المرصد يا يوسف؟ أقول لك الأهمية بتاعت المرصد ده بتيجي من إنه أهمية الاعتماد على البيان والمعلومة. تاني، بيان ومعلومة، داتا انفو، لأنه دول هم الركيزة الأساسية اللي بتستخدمها الدولة لبلورة وصياغة السياسات والخطط المستقبلية في أي قطاع. تعالوا ناخد معانا على التليفون سيادة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. منورنا يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي صحة حضرتك؟ منور الشاشة. لا يا فندم منورنا، وأنا اتشرفت لما اتقابلنا في الندوة التثقيفية كمان. تمام يا رب يخليك يا سياده اللواء. كنا بنتكلم عن المرصد يا فندم، وكنا عاوزين نعرف اهميته ايه، مش بس كمان للاجهزه المختلفه او للمؤسسات المختلفه، اهميته لينا ايه كمواطنين يا فندم؟ الحقيقه المقدمه اللي حضرتك قلتها يعني طبعا ادت العنوان الرئيسي للموضوع يعني. لكن انا عايز اقول لحضرتك يعني هو ما كانش اصلا في مرصد احصائي موجود، ولاول مره في مصر يتم انشاء هذا المرصد الاحصائي بيانات مصر. الحقيقه احنا استلهمنا فكره اطلاق هذا المرصد او انشائه من استراتيجيه الدوله الحقيقه اللي كانت في بدايه فتره الرئاسه الثانيه نحو بناء الانسان المصري، ودي كانت نقطه مهمه جدا الحقيقه. الدولة بتسعى وبتهتم انها بتنمي قدراته ثقافيا وفكريا. كان الحقيقة واجب علينا كناس احصائيين ان احنا ننشئ هذا المرصد عشان في اطار بناء الانسان المصري وتنمية قدراته ثقافيا وفكريا، كنا عايزين نرسخ الثقافة الرقمية لدى المواطن. طبعا ده بيجي من زي ما حضرتك قلت من توفير البيانات لكافه فئات المجتمع المصري. الحقيقه ده بيجي من خلال ايه يا استاذ يوسف؟ اتفضل. زي ما حضرتك قلت برضو من خلال رصد الواقع. صح. انا بوضح للمواطن رصد الواقع الاحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي برضو من خلال الاحصاءات اللي بيصدرها الجهاز، او الحقيقه التعاون الوثيق اللي بيتم مع وزارات واجهزه الدوله، والحصول على بيانات تهم المواطن ايضا هننشرها من خلال هذا المرصد. عظيم. كل ده الحقيقه يعني احنا عايزين نحقق كمان شفافيه في نشر البيانات عشان نحد شويه من اللي بيحصل عليه المواطن من بيانات مغلوطه. صح. ومجهود المرصد. صح. وحضرتك يعني فاهم انا عايز اقصد اقول ايه يعني. كلنا فاهمين يا فندم. طبعا نقطة عايزين نعالجها طبعا، فمش هنقدر نعالجها الا من خلال ان احنا ننشر بيانات موثوقة دقيقة عن كافة مناحي الحياة في مصر، زي ما قلت لحضرتك سواء كانت مجال اقتصادي او اجتماعي او بيئي. عظيم جدا. ايضا زي ما حضرتك قلت اهميه المرصد طبعا بتيجي من اهميه الاعتماد على البيانات. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الجهاز ساهم ببيانات في العديد من المبادرات والمشروعات اللي بتتبناها الدوله. اهمها يا استاذ يوسف هي مشروع حياه كريمه. حلو. ده طبعا مشروع قومي بالدرجه الاولى يعني. طبعا. الهدف منه ان احنا يعني ننتقل بحياه أكثر من يعني من 58 مليون مواطن في ريف مصر إلى حياة أفضل وحياة لائقة بالمواطن المصري.
والمشروع ده الحقيقه يعتبر يعني هو ايقونه الجمهوريه الجديده. احنا اعتمدنا يا استاذ في هذا المشروع اللي هو حياه كريمه، الحقيقه الدوله اعتمدت على بيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في التخطيط لهذا المشروع من واقع ايه بقى؟ من واقع نتائج تعداد السكان والمسكان والمنشآت اللي الجهاز نفذه، من واقع مسوح زي مسح الدخل والوفاء والاستهلاك. انا عايز اقول لحضرتك ان البيانات والمؤشرات اللي انتجناها او اللي صدرت او اللي الجهاز انتجها من خلال هذه المسوح والتعدادات كانت بمثابه يعني خريطه العمل لاجهزه الدوله. انا بقول لحضرتك احنا وصلنا حتى مستوى القريه، يعني مسح الدخل فيها بيقول اكثر القرى فقرا عن مستوى الجمهوريه وبيرتبها. يعني بنقول الاقل ثم الاكثر فقرا على مستوى المحافظات، المحافظات الاكثر فقرا والاقل فقرا. احنا بنوصل على مستوى القريه ان احنا بنحدد عدد المباني اللي بالطوب الني واللي بالطوب الاحمر، كويس، نحدد برضو عدد المباني المستهلكة وعدد المباني، بنقدر نحدد حالة الترع والمصارف، بنقدر نحدد حالة الطرق على مستوى القرية وعلى مستوى المركز وعلى مستوى المحافظة. فبقول لحضرتك ده طبعا غير خصائص السكان طبعا اللي الجهاز بيرصدها في مسح الدخل، وبالتالي اقدر ادي انبوت مظبوط ودقيق بالزبط. علشان حياة كريمة يقدر يشتغل هو كمان بدقة. بالظبط كده، ما هو خطط على هذه البيانات. صح 100%. سياده اللواء كمل يا فندم، كمل يا فندم. يعني انا بس عايز اقول لحضرتك برضه اتفضل، عشان خاطر الموضوع احنا نتمنى من خلال الاعلام ومن خلال حضرتك وكل الساده الزملاء في البرامج المختلفه والقنوات المختلفه، احنا تمشينا مع اتجاه الدوله عشان التحول الرقمي، وتفعيلا برضه للشراكه للساده الاعلاميين، احنا اتحنا المرصد الاحصاء من خلال حاجتين. اول حاجه الشاشه على مبنى الجهاز في صلاح سالم. أيوه. الحقيقه حاجه مشرفه جدا بشوفها، ويا ريت حضرتك ترصدها او تدخل على موقع الجهاز دلوقتي وانت ممكن تشوف اللي بيتم عرضه حاليا يعني. ايوه. الحاجه الثانيه ان احنا اتحنا موقع الكتروني خاص بالمرصد، بنعرض في محتوى لكافه البرامج العالميه عشان حضرتك تستفيد منها بقى في اي مناقشات، اي حوارات، اي موضوعات. زي ايه؟ زي احصائيات الزواج والطلاق، زي احصائيات المواليد والوفيات، هي احصائيات متعدده وموضوعات تهم المجتمع المصري وتمس المجتمع المصري. الحاله السكانيه احنا يمكن لسه اعلنا نتائج مسح الصحه السكاني من حوالي اسبوع او 10 ايام. الحقيقه نتائج ومؤشرات مهمه جدا، كل جهاز الدوله الحقيقه استفادت من هذه المؤشرات. هقول لحضرتك على سبيل المثال معدلات الانجاب في مصر. احنا دلوقتي بنعاني من المشكله السكانيه. ايوه. انا عايز اقول ان الدوله خدت العديد من الاجراءات بدات نتائجها تظهر نتيجه المؤشرات اللي احنا لمسناها في المسح ده، ان معدل الانجاب في مصر انخفض ل 2.8 مولود لكل سيده في مقابل 3.5 مولود كانوا قبل كده. معدلات تنظيم الاسره ونسبه السيدات اللي بتستخدم وسائل تنظيم الاسره في مصر ارتفعت من حاجه و50 الى ل 68%. كلها مؤشرات الحقيقه، وان كانت يعني محدوده شويه، الا انها الحقيقه مؤشرات مبشره بان الدوله ماشيه في اجراءات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مع تكثيف هذه الاجراءات والاهتمام بيها، وان احنا نديها اهتمام اكثر من كده كمان، نوصل لحل يعني واضح للمشكله السكانيه ان شاء الله ان شاء الله. الى ان نلتقي قريبا يا سياده اللواء، يعني يبقى في مره كده سيادتك تنورنا ونثقل عليك، بس احنا من الناس اللي بتخلص في المتاخر، وانا عارف ان حضرتك بتنام بدري وتصحى بدري، فهتدي لنا تسمح لنا بوقت من وقت سيادتك تنورنا ونقعد نتكلم بقى بشكل ايه اكثر استفاضه كمان ان شاء الله. الف الف شكر لحضرتك يا فندم، كل الشكر لحضرتك سياده اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء.